أهلا بكم من جديد. يعمل متطوعون أمريكيون على مساعدة المساجين المفرج عنهم حديثا على الاندماج مجددا في الحياة الاجتماعية من خلال تدريبهم وتوفير الغذاء والمأوى لهم بما يعرف بمراكز العبور. التجربة يخوضها مواطنون أمريكيون من أصل وديانات مختلفة بمدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا على الساحل الشرقي منذ أكثر من 8 سنوات. المتطوعون يؤكدون أنهم نجحوا حتى الآن في إعادة تأهيل عشرات المساجين مهنيا وحصولهم على وظائف جديدة وبناء أسر، وبالتالي تمكينهم من العودة إلى الحياة الاجتماعية من الباب الواسع. زميلنا رابح فيلالي حقق في التجربة وأعد هذا التقرير. هنا في ريتشموند تحدث هذه القصة الإنسانية. مسلمون ومسيحيون متطوعون يجتمعون على هذه الطاولة وفي هذا المطعم مرة كل أسبوع لبحث سبل مساعدة المساجين على الاندماج في الحياة مجددا. نحتاج إلى مساحة أوسع لمساعدة مساجين أكثر في المستقبل. يمتد نشاط هذه المجموعة عبر محور ولاية فيرجينيا، وفي سجونها 33 يعملون خلال أيام راحاتهم وخلال أوقات فراغهم على زيارة المساجين وتأهيلهم لمرحلة ما بعد السجن. هدفنا مساعدة المساجين السابقين على إظهار أحسن ما لديهم من طاقة وسلوك. هؤلاء المتطوعون لا ينظرون إلى أي خلفية عرقية أو دينية أو حتى جنسية للسجين المؤهل للمساعدة سواء داخل السجن أو خارجه، وذلك عبر رحلة تمتد لأكثر من 10 سنوات. نساهم في تلبية حاجيات المساجين الروحية والاجتماعية بصرف النظر عن أديانهم وأعراقهم. هذه التجربة بكل تفاصيلها العميقة والمتنوعة إنسانيا. كريس سجين سابق لديه متاعب صحية. عمل المتطوعون على تأهيله لاستلام إدارة منزل العبور بعد الإقامة فيه والإشراف على نظام الحياة هنا. هذا المكان شكل حالة تحول كاملة في حياتي. وهذا صديق خرج لتوه من السجن ويعيش الآن حياة كاملة في منزل العبور، يواصل تعليمه الجامعي ويؤكد أنه يريد الأفضل. أتطلع إلى إكمال دراسة جامعية والزواج وتكوين عائلة، أشعر بالراحة هنا. عمل تطوعي لا يهدف أصحابه إلى تحقيق أي نوع من المكاسب، هناك غاية أكبر يتفق عليها الجميع وهي مساعدة أناس احتاجوا إلى مساعدة في ظروف عابرة. في واحدة من الجوانب المضيئة أن هذا الرجل سجين سابق وهو الآن أحد أكبر المتطوعين في ولاية فيرجينيا. إنها روح التسامح والتعايش بين أطياف ومكونات هذا المجتمع. رابح فيلالي، الحرة، ريتشموند. ننتقل مباشرة